السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل الحبايب إن شاء الله في اللي كانوا طلبوا ماتيريال بتاعت الخاصة بكلية التجارة، سواء كانت إنجليش ولا عربي، خريج حديث أو لسه طالب أو بيستعد إن شاء الله للإنترفيو أو والله أنا يعني دورت فلقيت ماتيريال حلوة أوي، فقلت يعني جزا الله كل خير اللي رفعها، وياريت تنال إعجابكم. هحط لكم طبعا الرابط تحت الفيديو. هي بتحتوي بقى على محاسبة مالية وإدارية وشركات وأشخاص وفنادق، يعني شاملة كل. بتيجي مرحلة اللي هي التحميل. لو أنا عايز أضغط على أي رابط أضغط في رابط تحميل تاني من سيرفر، وليكن مثلا أنا عايز أضغط على أو خليني مثلا على أي رابط مش فارقة، أدخل مثلا على ده. حبيبي حاول لو انت مثلا تتعامل على اللاب او موبايل بلاش تحمل من موبايل، خليك مثلا سيف البوست او سيف اللينك اللي هبعته لك، ولما تفتح اللاب بتاعك براحتك. طبعا في بعض الاعلانات عامل اكس، اي حاجه تظهر لي ملهاش اي لازمه بقول لي انا لست برنامج روبوت. ماشي، مفيش مشاكل، انا اعمل هنا علامه صح، اقول له ان انا مش روبوت، تمام، واقول له هنا اضغط هنا للمتابعه. هي بعض الإجراءات بس، يعني الناس اللي بتشتكي من إعلانات، مفيش موقع لا يخلو من إعلانات جوجل، مفيش موقع لا يخلو من إعلانات جوجل. هستنى طبعا 6 ثواني لحد ما بيعمل لي جلب للرابط بتاعي، تمام. المفروض أنا هنزل تحت ألاقي جلب الرابط، أضغط عليه بكل سهولة، هو ما بانش هنا، المفروض يبان هنا. حاول أصغر الشاشة شوية. طبعا هنا تحميل الملف، اقول له تحميل مجاني، تحميل مجاني، تمام. بيبدأ يفتح لي صفحة، انتظر برضه 3 ثواني، ما جتش 30 ثانية. انا لست روبوت، في ساعات بيقول لك انا لست روبوت، وساعات بيجيب لك اتعلم صح. اي صفحات منبثقة، اي صفحات منبثقة يا ريت تقفلها. هو انت ممكن ما تعرفش تقفلها بالتليفون، بس السهل ان انت لو نزلت تحت هتلاقي انشاء رابط، بس طبعا هو بيقدم معاك 10 ثواني. هو المغزى من ده ان المواقع لازم الموقع ده بيبقى اللي انت بترفع عليه الملفات حاجزين دومين ودافعين فلوس، مش بالجنيهات ولا دافع بالدولارات، بمئات الدولارات. فما جيتش ان انا اعمل شوية اجراءات تخطي، فاهمني؟ هو الموضوع كله اضغط على التحميل برضو اي حاجه من بثقه، ولذلك عشان بقولك انت ممكن متعرفش تخلص منها عن طريق التليفون، بيبقى اللاب افضل. بيبدا يفتح لك الرابط لو انت عندك داونلود مانجر او فاهمني، وتقوم تقول له طبعا مش فارقه. مثلا لو فتحت انا معلش ثواني، هو كده يعتبر خلاص اتحمل، بس انا كنت عايز اوريكم ايه. بس اقفل اي حاجة منبثقة وهو خلاص اتحمل، الغاء الامر والحوارات اللي انتوا عارفينها دي، تمام. الموقع ده عجبني اوي، مش مشكلة. طب ممكن نستنى كده شوية، سواء انا بس اعمل انتظار. طبعا الموقع ده عجبني اوي لان في حاجات خاصة بالايتلس، الناس اللي هي في بتحضر وكده، يعني في اللغة الانجليزية، وفي منح مجانية، وفي كتب، وفي كورسات، وفي حاجات خاصة بكلية التجارة. لو ضغطنا مثلا على الرابط ده، انا طبعا يعني هو الموضوع مش هيطول، نفس النظام بقى، اي موقع يفتح لك تعمل اكس كونتينيو. هل في كباتش هنا ظهرت؟ مفيش كباتش، فاقول له ماشي، اقول له كونتينيو. الموقع ده حلو طبعا، اي حاجه منبثقه زي ما قلت لك عود نفسك تقفلها على طول. ماشي، تيجي على الشمال بيقول لك انتظر، زي ما تنتظر 3 دقايق 4 دقايق، هي خلاص الفكره بقت واضحه ان شاء الله. سكيب ادز، قول له ايوه انا عايز امشي. فهي المواقع بتبقى اختصار روابط بتبقى كده في الاول، طبعا بتحولك على الموقع اللي انا كلمت لك عليه. واي استفسار تحت امركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.